نروح نشوف جدول ترتيب دوري الجمهورية مواليد 2003 قبل انطلاق يعني جولة اليوم او مباراة اليوم. الاهلي امام بتروجيت والاهلي في الصدارة. لو معانا الجدول يا ريت ننزل بيه على الشاشة واحنا بنستعرضه. تمام، خدمة خمس نجوم زي ما الشباب معودين. الاهلي في المركز الاول لعب 20 مباراة، فاز في 13، تعادل ومكسب واحد، تعادل وهزيمة واحد، وهزيمة خمس مباريات. الاهلي في الصدارة برصيد 42 نقطة. إنبي في المركز الثاني 41 نقطة، الفرق نقطة بين الأهلي وإنبي. سيراميكا في المركز الثالث، المقاولين في المركز الرابع، بتروجيت يعني صاحب اللقاء أمام الأهلي النهاردة أو الطرف الآخر أمام الأهلي في اللقاء في المركز الخامس برصيد 36 نقطة. الزمالك في المركز السادس، السابع المصري، الثامن بيراميدز، التاسع الاتحاد السكندري، العاشر فاركو. والأول 10 فرق هيلاعبوا بعض النهاردة، الجولة الأولى بتنطلق النهاردة. أول 10 فرق من أول الأهلي لفاركو، بعد كده من المركز الـ11 للمركز 21 دوري آخر لترتيب المراكز، من بداية من طنطا، غزل المحلة، سموحة، فيوتشر، زد، القناة، طلاع الجيش، الإسماعيلي، الجونة، السد بأسوان، وبلدية المحلة، عشان متابعينا ومشاهدينا يعني يعرفوا مسابقة 2003 بتقام ازاي. بنكمل على النقاط دي، بنكمل على النقاط اللي موجوده بس عشان الناس تبقى عارفه. من اول المركز الاول للعاشر الفرق دي بيقابلوا بعض النهارده، ومن اول 11 21 على ترتيب المراكز.